Statement out of her competition. And finally tonight, our person of the week, a very different kind of reality TV. On a contest watched by millions of people, a mother decides it's time to be heard. ما انتقدته الفتاوى التي انتقدتها هي فتاوى التشدد والارهاب والقتل. والفتاوى التي تريد للمجتمع العربي ان ينغلق على نفسه ويعادي الاخر. وين هذه يعني مثلا وين هذه تقول شعر يعني مثل هذا امراه تقول شعر بهالمعنى هذا بهالابعاد هذه شيء غير طبيعي شري توايق من عيون الفتاوي في زمان حلاله ملك حين حرام شفت شري توايق من عيون الفتاوي في زمان حلاله ملك حين قلت له انت ممكن يقتلونك قالت انا حتى لو قتلوني اكون شهيده انسان شهيده الانسانيه يعني هذول ضد الانسانيه وكذا وكذا ما عندي مشكله حتى لو اقتلهم On at least one extremist website there was reportedly discussion of how to kill the poetess with one poster going so far as to ask for her address غطي وجهك كريم غطي وجهك كريم cover your face هاي ليش تاخذ كذا ليش كذا ليش